شتي في مصر دي مبادرة وزارة السياحة اللي أطلقت تخفيضات في أسعار التذاكر الطيران، تخفيضات في الفنادق. خلونا نسمع تفاصيلها. معنا بيتر نيثن، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية. مساء الخير أستاذ بيتر. مساء الخير يا فندم. أنا بس معجبة بالاسم، لازم أقول لك، يعني وقفت قدام الاسم بصراحة. بيتر نيثن، طب نيثن ده يعني اسم إيه؟ معلش. لا ده الفاميلي نيم بتاعنا الحقيقة، يعني الفاميلي نيم. لا يعني بصراحة يعني الاسم مركب كده، فيري انترستينج. طيب أستاذ بيتر، إيه يعني بصراحة مبادرة لتشجيع السياحة في وقت الكورونا عاملينها إزاي؟ مظبوط يا فندم. هي الحقيقه المبادره دي مبادره شات في مصر بتطلقها وزاره السياحه والاثار ووزاره الطيران المدني بالتعاون مع غرفه المنشات الفندقيه. الغرض من المبادره هو تشجيع السياحه الداخليه في الوقت الحالي، تمام، في ظل الاجواء الحاليه ان الدول المصدره كلها للسياحه تقريبا معظمها قافل دلوقتي لوك داون، فالسياحه الداخليه تعتبر هي شريان الحياه لقطاع الفنادق في الوقت الحالي. طيب هتعملوا يعني دلوقتي، اولا قول لي التخفيضات اخبارها ايه؟ انا عارفه ان مثلا تذاكر الطيران الاقصر 1500 جنيه، اسوان 1800، دي ارقام خياليه ما كناش بنسمعها اصلا. مظبوط يا فندم. هي الحقيقه المبادره قائمه على تخفيض اسعار تذاكر الطيران. سعر تذكرة الطيران بيبدأ من 1500 جنيه، السعر ده شامل الضرايب ذهاب وعودة، والحد الأقصى لسعر تذكرة الطيران للمدن الساحلية هيبقى 2000 جنيه شامل الضرايب ذهاب وعودة. الأقصر بتبقى 1500 جنيه، أسوان 1800 جنيه، شرم 1800 جنيه، الغردقة مرسى علم 2000 جنيه، الغردقة 1800 جنيه، فدي كلها أسعار مخفضة. وسعر اول كرسي في الطياره زي سعر اخر كرسي في الطياره، هو سعر زي بعض. مفهوم. الفنادق ايضا من 3 و4 و5 نجوم من 300 750 جنيه في الليله للفرد. الفرد في الغرفه المزدوجه في فنادق الثلاث نجوم بيبدا ب 300 جنيه، وبحد اقصى 750 جنيه للفرد للفنادق الخمس نجوم، ده شامل الخدمه والضريبه والوجبات. ده شيء عظيم جدا. طب بقى الكورونا برضو هتعملوا ايه في يعني الفنادق دي بقى تشتغل بال 50%، المطاعم 50%، هتعملوا ايه في الكورونا؟ بص، هي الفنادق كلها اللي مشتركه في المبادره، تمام، معلن عنها من خلال الصفحه الرسميه لغرفه الفنادق باسمائها وارقام تليفوناتها. الفنادق كلها حاصله على شهاده من وزاره السياحه باعاده الفتح بعد جائحه كورونا، وشهاده من وزاره الصحه، كلها بتطبق المعايير والاشتراطات بتاعه جائحه كورونا بنسبه اشغال لا تزيد عن 50% في كل الفنادق، مع الاخذ في الاعتبار الرياضيات الاحترازيه كلها بالكامل من تعقيم للغرف والمطاعم، الاعتماد على الاماكن المفتوحه، التباعد اللي موجود في المكان، كل الاجراءات الاحترازيه بالكامل بيتم تطبيقها داخل المنشآت الفندقيه. هل ابتديتوا يعني يجي لكم اقبال، يجي لكم طلبات؟ انتوا اعلنتوا عن المبادره يوم الجمعه اظن. مظبوط، المبادره بدات الحقيقه من يوم 15 يناير وهتستمر معانا لحد 28 فبراير. ابتدينا طبعا يعني في ابتدت الطلبات تروح للفنادق دلوقتي ويجي حجوزات على الفنادق، ونامل ان شاء الله في الفتره اللي جايه كمان تبقى افضل يعني. نتمنى ذلك. يعني عايزين يعني عايز اقول ايه، نمسك العصايه من النص. محتاجين الفنادق تشتغل. احنا كان عندنا يعني تراجع في اعداد السائحين 72% 2020، من 13 مليون سائح سنه 19 ل 3.6 مليون سائح، ده رقم يعني قليل جدا. 69% انخفاض في ايرادات السياحه في 2020 السنه اللي فاتت، 4 مليار مقابل 13 مليار. بنعتمد على السياحة الداخلية طبعا، ولكن عايزين نحافظ على السياحة وعلى الصحة، يعني الناس تقدر تروح الأماكن المفتوحة. مصر أرقامها معقولة، ولكن ناخد بالنا، كمامات، تباعد، أماكن مفتوحة، إزاي إن إحنا في فترة الأجازة بالذات أجازات المدارس والجامعات نقدر إن إحنا نعمل يعني نزور بلدنا، نكون موجودين في أماكن جميلة نستمتع بيها، وفي نفس الوقت نحافظ على الصحة لأن دي مهمة جدا.